بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، اليوم راح نقدم لكم المحاضرة الرابعة من معمل الكيمياء، واللي راح نتكلموا فيها على المجموعة الثالثة والأخيرة من الشقوق الحامضية. طبعا عندنا خلينا المجموعة الأولى اللي هي مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفض، والمجموعة الثانية اللي هي حمض الكبريتيك المركب. المجموعة الثالثة تسمى المجموعة الثالثة بالمجموعة المتنوعة، المجموعة المتنوعة والمتعددة. من خصائص هذه المجموعة أنها تحتوي على كاشفين اللي هم نترات الفضة اللي هن AJ NO3 وكلوريد الباريوم اللي هو BaCl2. تحتوي على كاشفين اللي هم نترات الفضة وكلوريد الباريوم AgNO3 و BaCl2. من خصائص المجموعة أن الأملاح الموجودة في هذه المجموعة لا تتفاعل مع كاشف المجموعة الأولى والثانية اللي هن حمض الهيدروكلوريك المخفف وحمض الكبريتيك المركب. طبعا المجموعة هذه تشمل على أربع أيونات اللي هن الكبريتات والبورات والفوسفات، وعندنا الأرسينات والفوسفات والبورات والكبريتات. نقول الكبريتات أول شيء، عندنا الكبريتات طبعا الرمز متاعها اللي هو SO4-2 الخواص بتاع الكبريتات الباريوم والسترانشيوم، الكبريتات المرتبطة اللي هي تكون مرتبطة بالباريوم والسترانشيوم والرصاص لا تذوب في الماء، والباقي مركبات الكبريتات تذوب في الماء. عندنا مركبات كبريتات الباريوم والسترانشيوم والرصاص لا تذوب في الماء، وباقي مركبات الكبريتات تذوب في الماء. عندنا طبعا التفاعل كيف ما نشوفه قدامنا، طبعا في الأول نشوفه كبريتات البوتاسيوم التفاعل مع الكاشف الأول اللي هو باريوم كلورايد، هذا الكاشف الأول يعطيني كبريتات باريوم في هيئة راسب زائد ملح كلوريد البوتاسيوم. يعني تفاعل كبريتات البوتاسيوم مع الكاشف الأول اللي هو باريوم كلورايد أو كلوريد الباريوم يعطينا كبريتات الباريوم باريوم صلفيد في هيئة راسب أبيض زائد ملح من كلوريد البوتاسيوم. طبعا المشاهدة اللي عندنا حتصير اللي هي راسب أبيض، ظهور راسب أبيض لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك أو حمض النيتريك. راسب أبيض لا يذوب بعد نضيف عليه حمض الـ HCl أو حمض النيتريك اللي هو HNO3 ما يذوبش معي. تمام، عندنا تفاعل كبريتات البوتاسيوم مع الكاشف الثاني، مع كاشف المجموعة الثانية اللي هو نترات الفضة AgNO3. تفاعل كبريتات البوتاسيوم مع الـ AgNO3 يعطينا كبريتات فضة في هيئة راسب زائد نترات بوتاسيوم. عندنا كبريتات البوتاسيوم زائد الكاشف المجموعة الثاني اللي هو نترات الفضة يعطينا ناتج من كبريتات الفضة في هيئة راسب أبيض، كبريتات فضة في هيئة راسب أبيض زائد نترات بوتاسيوم.
عندنا الايون الثاني اللي هو البورات، اللي هو البورات. البورات طبعا B4O7-2. خواص البورات: البورات المرتبطة بمعادن المجموعة الأولى تذوب مباشرة في الماء. البورات المرتبطة بمعادن المجموعة الأولى تذوب مباشرة في الماء، زي عندنا الصوديوم مثلا. عندنا الصوديوم، بورات الصوديوم كمثال، عندنا بورات الصوديوم على هيئة محلول ذايبة في المية، طبعا Na2B4O7 زائد 3H2O اللي هو ماء، تمام، يعني محلول بورات صوديوم زائد AgNO3 اللي هو كاشف المجموعة اللي هو نترات الفضة، كاشف المجموعة اللي هو نترات الفضة، يعطيني راسب من AgBO4، تمام، بورات الفضة، بورات الفضة AgBO2 في هيئة راسب زائد H3BO3 زائد اللي هو نترات الصوديوم طبعا الراسب اللي عندي راسب أبيض يذوب في النشادر وحمض الخليك، نجي نشوف تفاعل بورات الصوديوم، مع الكاشف الثاني اللي هو كلوريد الباريوم، عندنا Na2B4O7 في هيئة محلول مائي زائد كلوريد الباريوم يعطيني بورات باريوم زائد H3BO3 زائد ملح الطعام اللي هو NaCl. طبعا عندنا الراسب راسب أبيض يذوب في الزيادة من كلوريد الباريوم اللي هو كاشف المجموعة متاعنا، BaCl2. عندنا ثالث شيء اللي هو الفوسفات BO4-3. فوسفات الخواص متاعها ان الفوسفات المرتبطة بالمجموعة الاولى بمعادل المجموعة الاولى باستثناء الليثيوم والامونيوم تذوب تماما في الماء. الفوسفات المرتبطة بمعادل المجموعة الأولى باستثناء تلك المرتبطة بالليثيوم والأمونيوم الباقي تذوب كلها في الماء، نجي نشوف تفاعل الفوسفات مع كواشف المجموعة. نجي هنا عندنا فوسفات الصوديوم Na3BO4 زائد كاشف المجموعة اللي هو كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2 زائد كلوريد الباريوم يعطينا فوسفات الباريوم في هيئة راسب. طبعا نشوفه عندنا هنا Ba3BO4 الكل اثنين، هنا عندنا فرق في التكافؤ لأن الفوسفات تكافؤها ثلاثي والباريوم تكافؤ متاعها ثنائي، يعطينا فوسفات باريوم في هيئة راسب زائد ملح الطعام اللي هو NaCl زائد ملح الطعام. طبعا الراسب اللي عندي اللي هو فوسفات الباريوم عبارة عن راسب أبيض يذوب في ال HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك أو حمض النيتريك اللي هو HNO3. راسب أبيض من فوسفات الباريوم يذوب في حمض ال HCl أو حمض ال HNO3 اللي هو حمض الهيدروكلوريك أو حمض النيتريت. طبعا عندنا تفاعل
عندنا تفاعل فسفات الصوديوم مع كاشف المجموعة الثانية اللي هو AgNO3. AgNO3 اللي هو نترات الفضة. عندنا حيعطينا Ag3PO4 اللي هو فسفات فضة. فسفات فضة طبعا الفضة تكافؤها أحادي والفوسفات تكافؤها ثلاثي، فتعطيني Ag3PO4 زائد نترات الصوديوم زائد نترات الصوديوم زائد حمض ناتج من حمض HNO3، حمض HNO3 اللي هو حمض النيتريك زائد حمض النيتريك. طبعا الراسب اللي عندي من فوسفات الفضة، من فوسفات الفضة اللي هو Ag3PO4 يكون راسب عبارة عن راسب أبيض مصفر يذوب في الأحماض، جميع أنواع الأحماض والنشادر يذوب في الأحماض والنشادر يذوب في الأحماض والنشادر. نقول آخر شيء عندنا اللي هو الزرنيخات أو الأرسينيت AsO4-3 AsO4-3 اللي هو الأرسينيت. عندنا أرسينيت الصوديوم اللي هو Na3SO Na3SO4 طبعا يتفاعل مع كاشف واحد من المجموعة هذه اللي هو نترات الفضة، ما يتفاعلش مع BaCl اللي هو كلوريد الباريوم، ما يتفاعلش مع كلوريد الباريوم، يعطيني راسب من زرنيخات أو أرسنيت الفضة، زرنيخات أو أرسنيت الفضة اللي هو Ag3 ASO4. طبعا الأرسنيت التكافؤ بتاعها ثلاثي كيف ما نشوفه عندنا Ag3، والفضة تكافؤه أحادي اللي هو ASO4 زائد نترات الصوديوم زائد نترات الصوديوم. طبعا الراسب اللي عندي من أرسنيت الفضة عبارة عن راسب بني يذوب في هيدروكسيد الأمونيوم والأحماض المعدنية، يذوب راسب بني من أرسنيت الفضة يذوب في هيدروكسيد الأمونيوم والأحماض المعدنية وبك يا شباب نكون إن شاء الله كملنا الجزئية الأولى متاعنا واللي تكلمنا فيها على الجزئية الأولى من المعمل واللي تكلمنا فيها عن الشقوق الحامضية وقسمناها لثلاث مجموعات وكل مجموعة تحتوي على عدد من الأيونات اللي هن أملاح وكل مجموعة عندها كاشف خاص بها، كل مجموعة عندها كاشف خاص بها زي المجموعة الأولى اللي هي حمض الهيدروكلوريك أو مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفض. طبعا خذينا فيها المجموعة الأولى خذينا فيها الكربونات والبايكربونات وشفنا التفاعل بتاعها وقلنا أن المجموعة هذه بشكل أساسي كل التفاعلات اللي فيها تعطينا شنو؟ تعطينا غاز، كل التفاعلات اللي فيها تنتج عندي غاز، يعني أي تفاعل من هذين حنلقوا فيه ناتج غاز اللي هو السهم اللي طلع فوق، ناتج متاعي كله غاز، تمام؟ طبعا المجموعة دي خذينا فيها تفاعل كربونات والبيكربونات والكبريتيت والتايوكبريتات والنيتريت، تمام؟ خذينا خمسة هنا، خمس أيونات. بعدين خذينا مجموعة حمض الكبريتيك المركز، حمض الكبريتيك المركز وخذينا فيها أربع أيونات اللي هن كلورايد وبرومايد يودايد ونترات، كلورايد وبرومايد ويودايد ونترات، وقلنا إن المجموعة هذه أو اللي يميز المجموعة هذه ان الايونات اللي فيها ما يتفاعلنش مع حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو كاشف المجموعه الاولى، كاشف المجموعه الاولى. طبعا عندنا هنا اربع ايونات ومش بالضروره نفس المجموعه الاولى ان يطلع لي شنو، يطلع لي غاز، ممكن ما يتفاعلش غاز ممكن يتفاعل عندي. وخذينا طبعا هي مجموعه اليوم اللي تكلمنا عليها هي المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه أو المجموعة المتنوعة، المجموعة
مجموعة متنوعة ومتعددة اللي عندها اللي قلنا إنها تحتوي على كاشفين، الكاشف الأول عبارة عن نترات الفضة والكاشف الثاني عبارة عن كلوريد البارين، وخذينا فيها طبعا 4 أيونات اللي هن الكبريتات والبورات والفوسفات والأرسنات. الكبريتات والبورات والفوسفات والأرسنات. طبعا هيك نكون إن شاء الله كملنا الجزء الأول من المعمل. في الجزء الثاني إن شاء الله من المعمل راح نتكلم إن شاء الله عن الشقوق القاعدية، واللي راح نقسمها إلى 5 أو 6 مجموعات، راح نقسمها إلى 5 أو 6 مجموعات بإذن الله.